طلابي الأعزاء الفرقة الثانية، إن شاء الله النهاردة نكمل محاضراتنا المانوال سيرابي. محاضرات المانوال سيرابي إحنا كنا إتكلمنا يعني إيه مانوال سيرابي في المحاضرات الأولانية الأربع محاضرات الأولانية أو الخمس محاضرات الأولانيين. المانوال سيرابي عبارة عن way of thinking not a techniques. المانوال سيرابي مش إن أنا بعمل manipulation أو mobilizations لعيان أو تقطع عيان أو أعمل muscle energy technique أو الكلام من ده. This is not manual therapy. Manual therapy is a way of thinking, is a comprehensive system of assessment and treatment, diagnosing, assessment, treatment, patient education. Manual therapy يشمل كل ال hand skills. Exercise, patient education is manual therapy. زي ما اتفقنا وعدينا على المحاضرات الأولانية وقلنا مدارس المانوال سيرابي كيلتون بورز، سيرياكس، ميتلاند، موليجانز، كل المدارس دي واتكلمنا على الكلام ده. وزي ما احنا فاهمين او اتكلمنا مع بعض ان المشاكل بتاعت العيان بيتمحور في ثلاث محاور، يا اما ارثروجينيك يا مايروجينيكس يا نيوروجينيك. المانوال سيرابي ده كومبرهنسيف سيستم اوف اسسمنت اند تريتمنت نيورو ماسكولو سكيليتال ديس اوردرز. نيورو ماسكولو سكيليتال ديس اوردرز النيورو داينامكس ده مانوال سيرابي. نيورو موبيليشنز مانوال سيرابي. الموبيليزيشن بتاعت الجوينتس ده مانوال سيرابي. الاسترتشنج والاسترينسنج اوف ذا جوينتس از ماسلز از مانوال سيرابي. في طبعا احنا بنتكلم في السيستمز نفسها او الام ارثروجينيك يا مايوجينيك يا نيوروجينكس، دي كلها النيورو ماسكولو سكيلتال. اي نيورو ماسكولو سكيلتال ديس اوردرز بيتعرض لها الماسكولو سكيلتال سيستم او نيورو ماسكولار سيستمز. نيورو ماسكولو سكيلتال سيستمز لها ways of thinking، لها way of thinking and to assess and treat by manual therapy techniques. ومانوال ثيرابي way of thinking زي ما اتكلمنا برضو قبل كده ان كتير جدا يقدروا هاند سكيلز ويشتغلوا مانوال ثيرابي زي الاوستيوباث، زي الكايروبراكتر، زي الفيزيوثيرابيست، بس احنا علاج طبيعي فهنفكر بمنظور العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي we are people dealing with function. وزي ما اتفقنا الفانكشنز مين؟ موبيليتي، ستابيليتي، كنترول موبيليتي سكيلز. يبقى لازم الموبيليتي كيب المفصل، كيب ذا جوينتس موف، كيب ات موف، كيب ات لايف. يبقى لازم احنا نشتغل as much as we can to maintain the joints move as normal as much as it can. لازم نجعل من المفصل يستعيد حركته الميكانيكية السليمة 100% كما يجب أن يكون. وبندرس زي ما بندرس في الكينسولوجي أوستيوكينيماتكس والأرثوكينيماتكس والكلام ده اتكلمنا عنه بالتفصيل. النهاردة إن شاء الله هنتعرض على كومبون، هنتعرض على توبكس جديد أو موضوع تاني موضوع احنا اتعرضنا المرة اللي فاتت على الموبيليزيشنز والمانيبيليشنز. وما اتكلمناش على الموبيليزيشن والمانيبيليشن بتفاصيل التفاصيل لأنها بتتغطى في توبكس كتوبكس كامل بتفاصيله في الثيرابيوتيك اكسرسايز. فعشان كده احنا دخلنا بس يعني ايه يعني موبيليزيشنز، يعني مانيبيليشنز، ايه الانديكيشنز، ايه الكونتر انديكيشنز بتاعتها، وبعد كده الجريدنج سيستم بتاعها بتتكلم ازاي كجريدنج سيستم اللي هو كيلتون بور جريدنج سيستمز وميتلاند جريدنج سيستمز وجريد 1 و2 و3 والاكتيف فيسيولوجيكال والباسيف، وبعدين الالاستيك والاناتوميكالز. يبقى فيسيولوجيكال رينج اللي هو بيشمل الاكتيف والباسيف، والاناتوميكال رينج اللي هو الاند رينج اللي هو نوصل له في حاله الجريد 5 مانيبيوليشنز اللي هو لو فلوستي هاي ثراست، الهاي فلوستي لو ثراست او ثراست مانيبيوليشنز. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد خالص، عن توبكس جديد خالص او موضوع تاني، المايوفيشال ريليز. يعني ايه مايوفيشال ريليز؟ performing art of physical therapy. الفاشيا، ايه هي الفاشيا؟ الفاشيا دي موجودة فين؟ فلازم افهم يعني الاول. فاحنا هنتعرض للموضوع ده بالشكل ده. تاني هيبقى عندنا objective في التوبكس بتاعنا النهاردة. اول حاجة ان احنا to explain what is fascia. يعني ايه فاشيا؟ to increase understanding of how fascia become tight. ازاي الفاشيا بالتايت؟ هي الفاشية بالتايت، ايه هي الفاشية وهي بالتايت؟ نعم بالتايت. To describe what occur when my fascia restrictions، ايه اللي يحصل لما اعمل my fascia release، وايه لما يحصل. To state the goal of my fascia release، ايه الاهداف اللي على اساس ليه انا بعمل my fascia release اصلا، وليه الفاشية بالتايت، وامتى بالتايت، وايه الاسباب اللي تخلي الفاشية التايت. To point out to consider to point out candidate for my fascia release، ليه زي مين الكانديت، مين العيان اللي هو محتاج الماي فاشيا ريليز. How physical therapist can evaluate for my fascia release، زي العلاج الطبيعي ريليز اسس الفاشيا والريستريكشن بتاعها ويعمل لها تريتمنت. To list the different types of release used by therapist، هنحط الانواع الفاشيا ريليز اللي هنعملها او انواع التكنيكس بتاع الفاشيا ريليز. To find what current research is saying about fascia، ايه اللي بيتقال كريسيرش وكافيدنس على الفاشيا ريليز ماي فاشيا ريليز.
to call the need to further research. ونقول ايه النقط الضعف اللي عندنا اللي محتاجين نغطيها عشان ناكد هل الفشل ريليز ده حاجه بتجيب نتائج ولا نعملها ولا ايه نقاط الضعف اللي عندنا او نقاط اللي محتاجه ريسيرش ورك في المستقبل. To tell how patients will relief receive فشل، ايه اللي باشن هيحسه او العين هيحسه بعد الفشل ريليز. يبقى مبدئيا هنبدا ايه هي الفشل. احنا خدنا في محاضره الكينسولوجي الاخيره الكونكتيف تيشو، الفاشيا دي واحد one of the component of the connective tissue. لما اتكلمنا على connective tissue اتكلمنا ان هي في fibrocytes، في fibrous proteins، في fibrocytes or chondrocytes cell، في cell موجودة والcell هي المسؤولة عن الcell تحمل النيوكلس او ال DNA، والنيوكلس هي المسؤولة عن الشفرة او طبيعة التيشو نفسه، وهي المسؤولة عن DNA، وال DNA اللي بيكو اللي بيدي الاوردرز للفايبروسايتس او الكوندروسايتس. الكوندروسايتس دي السيلز اللي موجوده في التيشو نفسه. التيشو الكونكتيف تيشو بتتكون يا اما في سيل، في جراوند سبستانس، في فايبرس بروتين. الفايبرس بروتين ده يا اما كولاجين فايبرز بانواعه المختلفه يا اما الاستنز. الفاشيا احد انواع الكونكتيف تيشو، البون كونكتيف تيشو، الماسلز البون كونكتيف تيشو، التندنز كونكتيف تيشو، الليجمنت كونكتيف تيشو، الكارتريج كونكتيف تيشو، الفايبر كارتريج كونكتيف تيشو، والكلام ده اتكلمنا عنه في محاضره الكينسولوجي او البايو ميكانكس اوف ذا كونكتيف تيشو. لما نيجي نتكلم عن الفاشيا، الفاشيا ده كومبوننت من كومبوننت وان اوف ذا كومبوننت او وان اوف ذا تايبس اوف ذا كونكتيف تيشو. الفاشيا از سبيشاليزد كونكتيف تيشو ذات سراوند ايفري ماسلز نيرف بونز بلاد فيسلز اند اورجنز ات ذا سيلير ليفل. هي الفاشيا ده احد انواع الكونكتيف تيشو وبتحوط كل الخلايا الماسلز البون الليجامنت التندونز البلاد فيسلز من بدايه التكوين نفسه ات ذا اورجنز من 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 مستوى الخليه من مستوى السيل لمستوى التيشو لمستوى الاورجنز. الفاشيا سيرفز از لابريكان تو الاو موشن اند بروفايد فورم and structure for the body. بمعنى ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الفاشيا بتوجد لابريكانت، الفاشيا بتخلي التيشو تجلايد اباف اتش اذرز، التيشو تتحرك بعضها على بعض، الفاشيا بتمنتين الكونتينرز بتاع الجوينتس نفسه، بتاع هي اللي بتدي الشكل الجوينتس، بتدي الكونكتيف تيشو او التيشو كالتندونز والليجامنتس شكلها المعتاد. الماسلز نفسها بتتكون مايوفيلمنتس محاطه مع بعضها بايبيميزيوم بالاندوميزيوم والبريميزيوم والايبيميزيوم، كل فيلمنت مع بعض مكونه مع بعض مجموعه اليافس المايوفايبريل وبعدين فايبرز وبعدين الماسلز بلي كلها كامله، ده محاطه باندوميزيوم وبريميزيوم وايبيميزيوم. وكذلك التندونز محاط باندونيوريوم، النيرف محاط باندونيوريوم وايبينيوريوم، اندونيوريوم وايبينيوريوم وايبينيوريوم، اندو بري وايبي، اندونيوريوم وبرينيوريوم وبرين اند وبري ايبي ايبينيوريوم اندونيوريوم ايبينيوريوم برينيوريوم. وكذلك الماسل اندوميزيوم وبريميزيوم وايبيميزيوم، اندوميزيوم بريميزيوم ايبيميزيوم، والبون كذلك. كل الكونكتيف تيشو والماسكو سكيليتال سيستمز او نيورو ماسكو سكيليتال سيستمز محاطه بفشيا. الفاشيا از سبيشاليزد كونكتيف تيشو لها وظائف، الوظيفه الاساسيه للفاشيا بتشتغل كلابريكان اللو الموشن بروفايد فورمز اند ستراكشر فور ذا بودي. يعني ايه بروفايد فورم اند ستراكشر؟ هي تدي القالب او الشكل بتاع التيشو. ذا فانكشن اوف ذا فاشيا انكلود، الفانكشن بتاعت الفاشيا انكلود سبورتنج فيسلز نيرفز اللو ماسلز تو موف اوفر وان انذرز. لو فور اكزامبلز هناخد عضله زي الكوادريسبس، العضله زي الكوادريسبس بتتكون من ريكتاس فيموريس، ريكتاس فيموريس، فاسس ميدياليس، فاسس لاتيراليس، فاسس انتر ميدياليس. الماسلز كلها كل مجموعه او كل جروبس من كل ماسلز من الاربعه ماسلز المكونين الكوادريسبس بتتحرك مع بعضها وبتجلايد اتش اذرز، ويقدر سيبريت الفاستال ميدياليس ولاتيراليس وريكتاس فيموريس كل واحده بتتحرك وتجلايد اتش اذرز. لو بصينا مثلا على ماسلز زي الهامسترنج، الهامسترنج بتتكون من البايسبس فيموريس سيميتندونوس والسيمبرموز، سيميتندونوس سيمبرموز لاترال الميديال والبايسبس فيموريس لاترالز بتجلايد اباف ذا بونز وتعمل اكشن بتاعها. مين بيخليها تجلايد بهذا الشكل؟ الفاشيا. يبقى الفاشيا الاندو ايبينيزيوم والاندوميزيوم والبريميزيوم دي عباره عن الفاشيا، والفاشيا وان اوف ذا كومبوننت اوف ذا تنشن اوف ذا كومبوننت اوف ذا باسيف تنشنز
اللي هو بيكون في النهايه التوتال تنشنز اللي خارج من العضله. يعني الفورس الخارجه من العضله بتتكون من اكتف كومبوننت وباسيف كومبوننت. الباسيف كومبوننت بيكون من سيري لاستيك كومبوننت والباري لاستيك كومبوننت. السيري لاستيك كومبوننت اللي هو التندونز والتايتن والنيوبل مع بعضها. الباري لاستيك كومبوننت الاندوميزيوم والبريميزيوم والابيميزيوم. الاثنين على بعض بيكونوا الاكت السيري والباري بيكونوا الباسيف تنشنز. محصله الاثنين على بعض الباسيف والاكتف بيدينا التوتال تنشن بالماسلز. يبقى جزء من الفورس اللي خارجه من العضله عباره عن فاشيه والستيفنس بتاع الفاشيه. الفاشيه بروفايد ستابيليتي اند كونتور از ويل از فلويديتي اند لابريكيشنز بارتيسيبيشنز ان ريفلكسز لوبس فور باسينيال كورباسلز. الفاشيه بتحتوي او هي الكونتينرز اللي بتحتوي جواها الروفيني والباسينيال والماسينيال كورباسلز اللي هي الجوينت سينس اند ماسل سينس البروبروسيبتيف ريسبتورز اللي هي بتدي الجوينت سينس اند ماسل سينس. الفاشيه من ضمن الفانكشن بتاعتها هي لابريكانت support the vessels and nerve allow muscles to move over one another provide stability and contour as well as fluidity and lubrications participations in reflex loop reflexes loop لانها بتحتوي على الباسينيال كورباسلز. الافرنت فايبرز contracting and relaxing the response to the formations. الكورباسلز هتاخد الاكشنز اللي بيروح تعمل الريفلكسز اللي توصل عن طريق الافرنت البوستيريور روت فتروح للانتيريو برايمري انترنال سانجلون انتيريو نون سانجلون وانتيريو هوم سيل وتديني الافرنت. ده كله مرتبط بالفاشيه. يبقى الفاشيه هاز ا جريت رول في الريفلكسز في النيورال انرفيشنز بتسبورت النيرف بتسبورت البلاد فيسلز بتسبورت المسلز بتسبورت التندونز بتسبورت الليجامنتس بتساعد ان التندونز والليجامنتس والمسلز تو جلايد اوفر اتش اذرز بتساعد ان المسل تجلايد اوفر بون بتساعد التيشو تو جلايد اتش اذرز. الفاشيه بتتكون من لايرز زير ار لايرز اوف ذا فاشيه. في سوبرفيشال سين كلاسيك الاستيك فايبرز اندر ذا سيرفيس اوف ذا سكن لايك ذس. This is fascia. This thin layer is fascia. Layers superficial thin elastic fibers under the surface of the skin, the fascia. The deep fascia, the superficial layers of the fascia. في deep layers of the fascia, the deep separated muscles and organs. اللي بتسيبريت المسلز والاورجنز from each other دي عبارة عن deep fascia. ودي organs for contour of the body, the deepest layer of the fascia, the more deepest layer of the fascia is the dura mater. يبقى السباينال كورد والسنترال نيرفس سيستم محاط ايضا بفشيا. بلاد فيسلز محاطه بفشيا، السكين محاط بفشيا، المسلز محاطه بفشيا، التنز محاط بفشيا، الليجمنتس محاط بفشيا. يبقى there is no كل الكومبوننت اوف ذا نيورو ماسكولا سكيلتال نيورو ماسكولا سكيلتال سيستم از سراوندد باي فشيا. في منها سوبرفيشالز زي المحاطه اللي محيطه بالاندر لاينز المحيطه بالسكين وتحت السكين. وفي الديب اللي هي محيطه بالماسلز والمور ديبست اللي هي محيطه بمين بالديورا والسباينال كورد. كونكتيف تيشو كونكتيف تيشو هيلب تو ديفاين ذا بودي تو انشور افيشنسي اوف ذا موشنز. كونكتيف تيشو از ان ادابتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ادابتيف يعني ادابتيف تيشو يعني بتادابت يعني تقدر تو جو تو لينسنج اور شورتنج ذات ريسبوند تو تروما تو بروتكت ذا بودي. هي بتادابت عشان تو بروتكت البودي. كونكتيف تيشو از ميد اوف الكونكتيف تيشو تتكون منين زي ما قلنا تتكون من كولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز زي ما بنقولنا في المحاضره اللي قبل كده ان الكولاجين هو حديد التسليح. طالما هو حديد التسليح يبقى بروفايد سبورت اند سترينث فبالتبعيه بيدي الاستابلايزيشنز اند ديفينيشنز. يعني ايه استابلايزيشن اند ديفينيشنز؟ بيديها الاستيفنس بتاعها والقوه بتاعتها. والنقطه الثانيه بيديها الديفينيشنز يعني ايه ديفينيشن؟ بيديها الكونتور بتاعها ويعرفها وظيفتها وهيئتها. تايب 1 كولاجين فايبرز اولوز موجود زي ما اتكلمنا عن انواع الكولاجين فايبرز في محاضره الكونكتيف تيشو بتاعت البايوميكانكس. في كل التيشو المطلوب منها تنشنز وكومبريشنز وهو سيك وهاز تو بي ستريتشد لمسافه قليله هاز تو بي ستريتشبل او الاستيك يعني يروح ويرجع. والكولاجين تايب 2 موجود دائما في معظم التيشوز اللي مطلوب منها كومبريشنز وهو اللي بيمنتين الكونتورز بتاع التيشو زي ما وضحنا المثال بتاعنا اللي كنا بنقول حديد التسليح اللي موجود في العمود الطويل ده تايب 1 كولاجين فايبرز. حديد السلاسل اللي هو بيربط الحديد ببعضه اللي هو الحديد التسليح التخين اللي موجود في عمود الخرسانه او عمود الخرسانه بتاع العماره ده السلاسل ده هو عباره عن تايب 2 كولاجين فايبرز.
تايب 2 كولاجين فايبر مطلوب في الحاجات اللي محتاج فيها الكومبريشنز. تايب 1 محطوط كومبريشن وتنشنز. يبقى فور اكزامبلز هشوف التايب 1 كولاجين فايبرز في الانيوس فايبروزس اوف ذا نيوك اوف ذا ديسك، واشوف التايب 2 كولاجينز مور دومينانس في النيوكلاس بالبوز. النيوكلاس بالبوز مطلوب منها تنشن كومبريشن، الانيوس فايبروز مطلوب حاجه تتحمل تنشنز وكومبريشنز. تايب 1 كولاجين فايبرز هشوفه في التيشو اللي مطلوب منها زي المانيسكس، مطلوب منه كومبريشن وتنشنز. اشوف تايب 2 في الكارتلج، الهايلاين كارتلج مطلوب منه يتحمل كومبريسيف فورس لفترات طويله. الالاستينز ده احد انواع الكولاجين فايبرز اللي موجوده في الكونكتيف تيشو. الالاستين بروفايد دايناميك فلكسبيليتي اند ابزورب تنسايل فورس. الالاستين موجود في التيشو اللي مطلوب منها الاستيستي، يبقى هو احد الكومبوننت. كل ما اكون عاوز الاستيست اكتر يبقى هيكون موجود معايا الاستين كولاجين فايبرز. اكتر واحد واضح وفي الالاستين كولاجين فايبر عالي جدا هو اللي جامنتال فلافا، ولذلك هو لونه اصفر فبيحتوي على الالاستين بنسبه 70-80%، فموجود بكثافه الالاستين. الجراوند سبستانس، الجراوند سبستانس از مطلوب موجود فيها الووتر كونتنت بنسبه 70-80%، في موجود كولاجين فايبرز، في موجود بروتينز زي الكولاجين فايبرز تايب 1 وتايب 2 كل انواع الكولاجين فايبرز، موجود الجاكس والجاكس الجلوكوزا ماين بروتينز، موجود البروتوجليكانز يعني الجاكس الجلوكوزا ماين جليكانز موجوده او الجلايكو بروتينز موجود. لو في بروتينز يعمل ككور بروتينز تتكون البروتوجليكان، مجموعه البروتوجليكان تتكون مع بعضها مع بعض تكون الجراوند سبستانس، هي هيدروفيليك تحمل اشارات سالبه فتتنافر مع بعضها فتزود الفوليوم بتاعها تقدر تابزورب الووترز، فبالتالي الووتر كونتنت هي من ضمن حجم الووتر كونتنت اللي موجوده في التيشو من ضمن الحاجات اللي بتحدد عمر ونضاره وقدره التيشو تستين الستريس والسترينز اللي متعرض لها، والكلام ده شرحناه بالتفاصيل التفاصيل في الكنسيولوجي في البايوميكانكس بتاع الكونكتيف تيشو. الفاشيا ريستريكشنز، احنا النهارده بنتكلم على الفاشيا عشان ما نخرجش بره الموضوع بتاعنا. الفاشيا احد انواع الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو بتتكون من سيلز اللي هي الفايبروسايتس والكوندروسايتس، في فايبرس بروتينز اللي هو كولاجين 1 او تايب كولاجين بروتينز اما بانواعه المختلفه ومينلي 80% تايب 1 او حسب نوع التيشو بيكون نوع الكولاجين تايب 1 او تايب 2 او تايب 3 او 4. وفي الالاستينز، والالاستين بيحدد الالاستيستي وقدره التيشو تو ابزورب اند الالاستيستي بتاعه التيشو. والموست كومن موست كومن ليجامنتس اور تيشو اللي يحتوي على الالاستينز هو الليجامنتم فلافا اللي بيحتوي على 70% الالاستينز بروتينز، وده بيديله قدره انه سستين ستريس ويقدر يتحمل التنشنز ويبقى ككاشنز للنيرف روتس في الانتر فيرتيبرال كانال والانتر فيرتيبرال فورم. الفاشيا ده الكونتينرز بتاع الجسم كله. الفاشيا محيطه بالتنوز، الفاشيا تحيط الليجامنتس، الفاشيا تحيط المسلز، الفاشيا تحيط النيرفس سيستمز، الفاشيا تحيط النيرف. يبقى الفاشيا مفيش اي كل الكومبوننت اوف ذا نيورو ماسكولو سكيليتال سيستمز تحتوي على فاشيا. اول ذا كومبوننت اوف ذا كونكتيف تي اول ذا كومبوننت اوف ذا نيورو ماسكولو سكيليتال سيستم تحتوي على فاشيا. الفاشيا لها وظيفه لابريكانت، بتمنتين الالاستيستي والفلكسبيليتي والفانكشنال بتاع التيشو، بتمنتين الكونتور بتاع التيشو، لها رولز في التوتال تنشنز بتاع المسل زي ما قلنا الاندوميزيوم والبيرينيزيومز والباسيف كومبوننت اوف ذا توتال تنشن الباسيف كومبوننت، وعندي الاكتيف الاكتين والمايوزين من ضمن الكومبوننت اللي بتحدد التوتال تنشن اللي خارج من العضله. الفاشيا هي اللي بتمنتين شكل الالاستيستي بتاعه التيشو. الفاشيا اللي بتخلي المسل تجلايد اتش ماسلز اوفر اتش اذرز، الفاشيا اللي بتخلي المسلز تجلايدز وتلابريكيت التيشو على بعضها البعض. الفاشيا فالفاشيا مش حاجه قليله، الفاشيا كومبوننت مهم جدا جدا جدا. الفاشيا ريستريكشن، فاشيا تايتنس افتر تروما، اي ماسلز او اي تيشو بيتعرض لتروما بيحصل له فاشيا ريستريكشن اور فاشيا تايتس. اوكي تيس كومن ديورينج وان سنجل ايفنت، ممكن نتيجه خبطه واحده اور مايكرو تروما اوفر تايمز، يعني انت عملت تعمل اوفر لود على التندونز اور ليجامنتس على البونز على الـ على الـ على المسلز، ده هيعمل ريستريكشن. ذا بودي رياكشنز تو تروما، البودي رياكشنز تو تروما كولاجينز بيكام دنس، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى كل ما الكولاجين فايبرز زاد، الفكره ان الفايبروسايتس اللي بتنتج الكولاجين فايبر الفايبروسايتس السيلز اللي بتدي اورزر السيل او النيروم السوما النيوكلس اللي موجوده في الفايبروسايتس اللي فيها الدي ان ايه
اللي بيدي اوردرز للمسنجر ار ار ان اي والمسنجر تي ار ان اي والار ار ان اي، فتكون بروتينز. كل ما التشو تعرض الى ستريس والتروما، كانت فجاه صدمه تروما او ميجر تروما والمايكرو تروما، ده هيخلي السيل او يخلي الفايبروسايز تروح في الدايركشن ده وتكون كولاجين فايبر جديد. كل ما الكولاجين فايبر زاد تكوينها في المكان ده بحجم زياده وبزياده واكتر من بسرعه غير الطبيعيه، ده هيخلي الكولاجين فايبرز ما تتاخدش تتكون فايبروزيس، تبقى كولاجين بيكون دنس اند فايبروز، ما تبقاش كولاجين فايبر بالماتوريشنز بتاعها بتاع الكولاجين فايبر اللي تدي سترينث، فتبقى فايبروز. وبالتالي وده هيترتب عليه ان الريشيو بتاعت الكولاجين تو الاستينز تزيد، فده الاستين لوس، وده هيخلي لما التشو يتعرض لتروما كتير يتكون كولاجين فايبرز ونوت ماتيور كولاجين فايبرز، بتبقى نوت ماتيور كولاجين فايبرز هتبقى فايبروز، فدي التشو ده يبقى فايبروز تشو نوت هيلثي تشو، وده هيترتب عليه دنس كولاجين فايبرز او فايبرز تشو وديكريز الاستينز. لما الالاستين يزيد او النسبه بين الالاستين والكولاجين تختل، هيترتب على هذا ان التشو ده يبقى ريستريكتد، ما يقدرش الاستيك، ما يبقاش فيه فليكسيبيليتي الكافيه، وطالما ما عندوش الالاستيست والفليكسيبيليتي الكافيه مش هيقدر، قدرته لتحمل التروما هتقل، لان قدره التشو لتحمل الانجري جزء منها جزء انه يقدر يروح ويسستين مع الاسترين ويرجع. يعني فور اكزامبلز، انا لو عندي تشو يقدر يستحمل الاسيست انه يروح بالشكل ده كده لحد المستوى ده ويرجع تاني، لما يبقى فايبروزد او كولاجين فايبر دنس كولاجين فايبرز نوت ماتيور، يروح بالشكل ده ويرجع ما يقدرش يرجع ويروح ويرجع تاني. لو اتعرض لتروما كان بتخليه تروما كده يروح، لو اتعرض لانجري او ستريل او تنشن كان المفروض يروح لحد المستوى ده، لما يروح المستوى ده هو مش الاستيك، ما عندوش الاسيست الكافيه وعنده ريستريكشن في الفاشيه، لما يروح المستوى ده هيحصل له فيلير. وخدنا الكلام ده بالتفصيل التفاصيل واحنا بنشرح الاستريس سترين كيرف، وقلنا التونج وبعد مرحله التونج الاستيك وبعد الاستيك بلاستيك اللي هو البري فيلير، البري فيلير وبعد الفيلير بعد البري فيلير هيروح للفيلير اللي هو البلاستيك وبعد البلاستيك اللي هو الايه الفيلير. النقطه الثانيه، انا لما يكون عندي كولاجين فايبرز موجوده في التيشو بالشكل ده ومش موجوده بتوازنز مش موجوده مع الالاستينز، فده مش هيديها فرصه الكولاجين فايبر ان هي تكون الجاجز، يعني الكولاجين يقدر مع البروتين الكولاجين بروتينز مع الكربوهيدرات يدينا جلايكوبروتينز. الجلايكوبروتينز اللي موجوده مع الكور بروتينز اللي موجود تديني مع كور بروتينز تديني بروتوجلايكانز. البروتوجلايكانز لما تتنافر مع بعضها بشكل معين هتحتوي على الووتر كونتنت، ده مش هيقدر يحصل، فيحصل ديستربنس في الجراوند سبستنس وتبقى مور سوليد. طالما ما احتويتش على كميات الميه الكافيه او الووتر كونتنت اللي بيديها الفلكسبيليتي بتاعتها والكاشنز وقدرتها ان هي تمص الصدمات او تبقى فلكسبل زي النيوكلس بالبوزس معينه تحتوي على ووتر كونتنت معينه بنسبه 80% بحد بعد مستوى معين، الووتر كونتنت لو بقت 60 او 70% ده هيقلل قدرتها على تحمل الصدمات، وبالتالي هتبقى الجراوند سبستنس مور سوليد، وترابة مور سوليد نوت الاستيك بالشكل الكافي هتبقى التشانس اوف انجري عالي. ده الكلام ده برضه هينطبق على التيشو نفسها، يعني التيشو اتعرض لتروما، تروما صادم خلاص ما قدرش ما عندوش فرصه انه يكون كولاجين فايبرز او كون كولاجين فايبرز صادم تروما وانس، فيبقى ممكن يطايت عشان يحمي نفسه. المايكرو تروما ديتد مايكرو تروما بيكون مايكرو تروما فيبدا او اوفر تايمز مع لود صغير لمده طويله، التيشو مش قادر بتكون بس مش لاحقه تكون الكولاجين فايبر تو بي ماتيورز وتبقى كولاجين فايبر بيرفكت، فبتبقى فايبرس تيشو. والريز بين الكولاجين فايبرز والاستنس بتقل، وطالما الكولاجين فايبرز مش موجود بالشكل الكافي اللي هيقدر يكون مع الكربوهيدرات جلايكو بروتينز مع الكور بروتين تكون بروتوجلايكاز، والبروتوجلايكان مع بعضها تكون الجراوند تحصل لها تنافر نتيجه ال 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 ال, 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 ال الجزء اللي هو النيجاتيف تشارج اللي موجوده عليها مع بعضها البعض، مش هتقدر تابزورب الووترز عن طريق الامبيبيشن والديفيوجنز، فبالتبعيه الجراوند سبستنس هتبقى مور سوليد.
وبالتالي بما انها مور سوليد قدرتها على امتصاص الصدمات والتعرض للتروما بتقل، فالاسيست بتاعت التيشو مرتبطه بالريستريكشن بتاع الفاشيه، فالفاشيه لو ريستريكتد ده هتبقى عندك unhealthy connective tissue، والconnective tissue التنز ليجامنتس ماسلز بون ده كله connective tissue. Fascial restriction create abnormal strain pattern resulting in compression on the joints. انا عندي tightness في الماسلز hamstring quadriceps، عندي tightness في الكبسول بتاع الني joints، عندي tightness في الكبسول كل الماسلز around knee tight، ده هيترتب عليه ايه؟ more compression on the joints and muscular and muscular reduced pain. المسلز لما تبقى تايت مش قادره تاكت تجلايد الاكتين والمايوزين بالارتياحيه الكافيه، ده هيترتب عليه muscular pain and imbalance. These restrictions can create up to 2000 pound per square inch of pressure. الريستريكشنز والتايتنس بتاع الفاشيه هيولد قوه تعادل 2000 باوند بير سكوير على السنتيمتر المربع على 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 الاصابع الانش بير انش اون بين سنسيتيف بريجر على اماكن الالام، فيديك مايوفيشال بين سندروم. الكوز اوف مايوفيشال بين المايوفيشال ديسفانكشن، ايه الاسباب اللي ممكن تعمل مايوفيشال ديسفانكشن؟ ايه هي؟ الباك بين يعمل مايوفيشال بين، يعمل مايوفيشال ديسفانكشن، الجو بين، الديسك بروبلمز، الهيديك، سبورتس انجري، الويبلاش، الفايبرومايالجيا، النيورالجيكال ديسفانكشن، كرونيك بينز، الكاربال تانلز، الادهيشنز، الليمف اديما، سترينز، المايجرين، كرونيك فاتيج، الادهيشنز، نيك بين، سكليوزز، كل النيورو ماسكول سكيلتال ديس اوردرز تعمل مايوفيشال بين ديسفانكشن. الكوز دي الاسباب اللي بتسبب المايوفيشال بين ديسفانكشن. اي بين في الماسكول سكيلتال سيستم تعمل مايوفيشال بين ديسفانكشن، تعمل مايوفيشال بين ديسفانكشن. الجولز اوف مايوفيشال ريليز، وعشان كده احنا لازم نحقق الريليف، الهدف من مايوفيشال ريليز. ليه بنعمل مايوفيشال ريليز؟ الهدف تو مايوفيشال ريليز ريليف الفاشيال ريستريكشنز تو نورمالايز هيلث اند تنشنز اون ذا بودي. زي ما قلنا ان الفاشيا ده الكونتينرز، دي الحاجه المحيطه بالتندونز، محيطه بالليجامنتس، محيطه بالكبسول، محيطه بالكارتريج، محيطه بالفايبر كارتريج، كل ده محاط بفاشيا. النيرف محاط بفاشيا، السباينال كورد محاط بفاشيا، البرينز محاط بفاشيا، الديورا والاراكنود والبياماترز اللي هي المنجيز كلها دي فاشيا، الاندوميريوم والابنيوريوم والابنيوريوم ده فاشيا، الاندوميزيوم والبريميزيوم ده فاشيا، الاندوتينون والبريتينون والاندوتينون والبريتينون والابيتينون دي فاشيا محاطه بالتندونز، كل ده فاشيا. يبقى any restrictions of the fascia will affect every tightness in the fascia will affect the neuromusculoskeletal system disorders. بس في نقطة، الفاشيال او المفاشيال ريليز، الجول بتاع المفاشيال ريليز هترجيه في الفاشيال restrictions to normalize health and tensions on the body. لما نفك الفاشيا ده هيريليز وكلام من، بس في مبدأ معين لازم نبقى فاهمينه يا جماعة. المفاشيال ريليز ده بس في تكنيكس، اي باسيف تكنيكس احنا في مبدا عندنا متعارف عليه واحنا عارفين ان اي حاجه باسيف السستين بتاعها يكاد يكون لفتره مؤقته جدا. لو انا عملت مايوفيشال ريليز، عملت جوينت مانيبيوليشنز، يعني مانيبيوليشنز سباين مانيبيوليشن جوينت مانيبيوليشنز، السستين بتاع الكلام ده تيمبورال، يعني مفيش مانع نعمل مايوفيشال ريليز، بس ما يجيش ليا العيان اعمل له مايوفيشال ريليز واروحه واقول انا عالجتك. العلاج الاصلي ان انا اعالج العين اكتف. دوري انا كعلاج طبيعي ان اعلم العضله وين اند هاو وات تو دو اند وين تو دو، امتى تشتغل وازاي تشتغل، يعني اعلم العضله بتعمل ايه وامتى تعمل، يعني امتى وازاي، وبعد كده اعلم العيان يعمل يخلي العضله ازاي، يعمل التمرين اللي يخلي العضله، بعد ما اعلم العضله امتى وازاي اعلمه التمرين اللي انا علمته العضله اعلمه للعيان فيعمله العضله، وبالتالي ابقى عالجت العيان. لو انا جاي لعيان النهارده عنده مثلا فور اكزامبل نيك بين، اي عين نيك بين هيبقى عنده اوفر اكتيفيشنز، عنده تايب ابر ترابيزيس، في البوستيريور نيك ماسلز كلها هتبقى تايت، الانتيريور او الديب نيك فليكسور هتبقى ويك.
لو انا عملت له ما يفشل ريلز والاوكسيبيتال ريليز وعملت له سوفت موبيلايزيشنز وتريجر بوينت ريليز وفكيت الفشيه بتاعت مين؟ النك ماسلز والماسلز بتاعت الباك بتاعت النك. هي الفشيه بقى التايت ليه؟ الفشيه يا اما تايت عشان تروما مباشره، يا اما مايكرو تروما، يا اما سستيند اوفرلود على مده طويله. لو انا ما عالجتش الكوز بتاع البين او اصل المشكله، ليه الفشيه بقت تايت؟ هتايت تاني، يبقى انا ما عالجتش العيان، يبقى انا عالجت عملت علاج مؤقت، عملت عالجت السورس اوف بين نوت كوز اوف بين. واحنا مبدانا كعلاج طبيعي وي هاد تو تريت او وي شود تو تريت كوز اوف بين نوت سورس اوف بين. ليه الفشيه تايت؟ والله عشان العيان ده عنده سيرفايكال ديسك، والديسك خرج من مكانه وضغط على النيرف روت وعامل بين وعامل ريديكولار بين وكلام من ده. اه عملت فشل ريليز وريستريكشن، رحلت الالم وفكيت التنشنز والبينز اللي موجود في الفشل بين والريستريكشن، لان الفشل لما بتطايت بتضغط ب 2000 2000 باوند بير سكوير على النوت السبت في الموجوده. ده كلام ما فيش مشكله، فكيته وفكيت الالم ده كله. هو الديسك خرج من مكانه ليه؟ ده الاصل في العلاج. هعمل ده موازي ده، لو عملت ده وما عملتش ده مش عليك. لو عملت الاصل وعالجت الكوز، الفشل ريستريكشن هيفك، لكن لو فكيت الفشل بدون ما افك الكوز، بدون ما اعالج الكوز، الفشل هتايت تاني، يبقى انا ما عالجتش العيان. يبقى اي هاد تو تريت او اي شود تو تريت او يو ماست تريت ذا كوز اوف بين نوت سورس اوف بين، اصل المشكله. ليه الفشل بقى التايت؟ التايت اوف ذا فشل هيريح العيان فعلا، وده ولازم اعمله عشان افتح سكه وابدا احرك المفصل، عشان افتح سكه وابدا ريليز وموبلايز الجوينتس واعمل سترينسنج للمسلز دي. ولكن ده مش العلاج الاصلي. هعمل ده وبعدين اكمل شغلي. لو عملت ده وروحت العيان، انا كده ما عالجتش العيان. لو عملت ده، انا لو عملت ده عملت ده وما عملتش ما عالجتش السبب بتاع المشكله، ده ما اصبحش علاج. ده بقى انا تعاملت مع العرض وليس السبب. ده لا يعتبر علاج. هعمل ده بلس الاكتف تريتمنت، الاسترينسنج، البيشن ايدوكيشن، اعرفه الايدل بوشر، اعلمه ازاي تو مانج، ازاي اعلمه مشكلته ايه واسبابها. زي ما اتكلمنا المانوال ثيرابي مش فشل ريليز، مش تريجر بوينت ريليز، مش مانيبيليشنز، مش موبيلايزيشن، ده كومبريهنسيف سيستم اوف دايجنوزنج اسسمنت اند تريتمنت نيورو ماسكولو سكيليتال سيستم باي موبيلايزيشن مانيبيليشنز مانيفيشال ريليز ماسل انرجي تكنيك ستريتشنج بي ان اف ستريتش اكسرسايز اند بيشن ايدوكيشن. منظومه كامله بتتعمل عشان اطلع بالعين لبر الامان. الصور اللي واضحه واضح فيها في السلايدز اللي قدام مني دلوقتي، ادي نود يعني مكان تايتنس اوف ذا فاشيا. لو انا ما فكت افك الفاشيه في المكان ده، اه مفيش مشكله. انا لو عملت ريليز للبلانتر فاشيه هلاقي العيان، لو انا بعمل ليننج فورورد وعنده تايت البلانتر فاشيه مش هيقدر يوصل، هعمل ريليز للبلانتر فاشيه هيجي وط هيوصل الارض، مفيش مانع، كلام زي الفل. بس ليه الفاشيه بتاعت البوستيريور سوبرفيشال سلينج او الديل سلينج بقت تايت؟ الاصل في التايتنس بتاعها ميبي تايت كف، ميبي تايت سوليس تايت جاستريك ميميس تايت هامسترنج. هي الهامسترنج بقت تايت ليه؟ ففك المشكله. الهامسترنج تايت عشان اوفر شغاله تو جوينت ماسل، عشان انا عندي انهبيشن في الجلوتياس ماكسيمس، فلازم افك فاسيليتيش او ويكنس في الجلوتياس ماكسيمس، فلازم اقوي الجلوتياس ماكسيمس وفاسيليتيت الجلوتياس ماكسيمس واخليها تشتغل، فالهامسترنج تقل وبعد كده افك الفاشيه بتاعت افك اعمل ستريتشنج او بين نيف ستريتش او ريليز للهامسترنج فاشيه نيو داينامكس للسياتيك نيرف او النيورال تنشن بتاعها وبعدين اعمل الكلام ده كله. لازم اعرف وات از ذا كوز اوف تايتنس، ليه بقى التايت، وبعد كده هريليز واشتغل على الفاشل ريستريكشنز واريح العيان واقلل الكومبريشن اللي جاي على النوت ست في بينز اللي هي موجوده زي ما الراجل زي ما كنا بنقول هنا زي ما قلنا في السلايد ده زي ما قلنا في السلايد ده ان انا ان الفاشل ريستريكشن بيعمل كومبريشن ب 2000 باوند بير سكوير انش بريشر اون ذا بين نس سيتف. وده كلام مظبوط مفيش مشكله. ده البين انا قطعت دايره الالم طالما المسلز مفيش فيها بين، لو انا اقدر اعمل طالما عملت فاشل ريليز وقللت الريستريكشنز اللي موجود فيها، لما المسل يتاكت ويزود بين الافرنت فايبرز الافرنت اللي جاي لها والفايرنج اللي جاي لها نيورال فايرنج اللي جاي لها يبقى اعلى، فاقدر المسل ريسبونس بتاع المسل للسترينث اكسرسايز والفاسيليتيشنز والتريننج بتاعي والنيورو ماسكولار تريننج بتاعي هيبقى احسن. كده يبقى انا بعالج العيان. نيجي بعدها
احنا كده وصلنا دي الفاشيه، دي الشكل بتاع الفاشيه اللي في الصوره اللي على الشمال، هي 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 زي هي الكونتينرز بتاع الماسكولو سكيلتال تيشو كله، في سوبرفيشال او السين فاشيا او سوبرفيشال فاشيا اللي تحت السكن، في الديب المحيطه بالماسلز وبتفصل ماسلز عن ماسلز، والمحيطه بالتندنز والليجمنتس، في المور ديبر اللي محيطه باللي هي الديورا والاراكنود والبيامترز اللي محيطه بالسنترال نيرف سيستم البرين والسباينال كورد، في عندي فورس سلينجز موجوده في سلينجز، في اكستنسور سلينج اللي هو بياخد البلانتر فليكسورز والاكستنسور اوف ذا ني او اكستنسور سلينج اللي هو في بلانتر فليكشن اكستنشن اوف ذا ني اكستنشن اوف ذا هيب، ده كله بيشتغل مع بعضه. لازم وانا بريليز انا النهارده هي الجلوتس ماكسيمس تايت عشان انا عندي ريكتس فيموس تايت ولا الكاف اللي تايت ولا الهامسترنج فيها تايتنس، فبالتالي الهامسترنج اوفر اكتف فعملت انهيبيشنز في الجلوتس في الكلوكتس فيموس، فبالتالي يعني لازم افهم هي مشكله العين بابر لور كوس سندروم هو الجلوتس ماكسيمس ويك وانهيبيتد عشان التايتنس بتاع الاليوزوس، فماشي خلاص انا هعمل ريليز للاليوزوس. طب انا عملت ريليز للاليوزوس وفتحت الفاشيا ريستريكشنز بتاعها وما عملتش فاسيليتيشن الجلوتس ماكسيمس، هي التايت تاني يبقى انا ما عملتش حاجه. انا عندي ويكنس في الكوادريسيبس، الويكنس بتاع الكوادريسيبس ده جاي ديسيوز ولا جاي تايتنس ولا جاي عشان هامسترنج تايت؟ طبعا الهامسترنج تايت، عملت ريليز ستريتشنج للهامسترنج بدون ما اعمل سترينث كونتراكشن اجنس انهيبيشن انتاجونس، بدون ما اعمل فاسيليتيشن وسترينثنج للكوادريسيبس، ما هي تايت تاني. الهامسترنج تايت عشان هي تو جوينت ماسلز وشغاله على الهيب وشغاله على الني والجلوتس ماكسيمس ويك، فبالتبعيه الهامسترنج مش شغاله. What is the cause؟ يبقى واحنا بنتعامل يا جماعه مع المشكله ما نتعاملش مع الريستريكشن كريستريكشن والفاشل ريستريكشن ان هو الحل السحري واعمله وخلاص والعين روح، لا هيتعمل الباسيف تريتمنت او الباسيف انترفينشن مطلوب ولكن مش هو الجولد رول. لو عملت الباسيف وما عملتش الاكتف والسترينسنج والفاسيليتيشنز والتريتمنت والسترينسنج والكلام من ده العين مش هيتحسن، ممكن يخف تمبرال بس هيجي لي بعد جلسه او اثنين كما هو وهفضل رايح جاي عليا. احنا عايزين لمرحلة معينة العين خلاص انا عالجته وانتهت المشكلة، العلاج ان انا عاجل الكوز بتاع المشكلة نوت سورس اوف بين كوز اوف بين نوت سورس اوف بين. هندخل بعد كده على السلينجز كلها. السلينجز انا عندي الفلكسور بتاع الشولدر مع الادكتورز الكونترالاترال، عندي الاكستنسور بتاع الشولدر شغالين مع الجلوتس ماكسيمس الكونترالاترال، الكلام ده كله لازم يبقى معروف يا جماعة. احنا بنشتغل مع عيانين، يعني وانت بتشتغل مع عيان شولدر لازم تبقى فاهم ان عين الشولدر لو هو بروفيشنال اسيليت بروفيشنال اسيليت لو عنده شولدر امبنجمنت رايت يبقى عندك مشكله في جلوتس ماكسيمس ليفت، لو عنده شولدر امبنجمنت ليفت يبقى عندك مشكله في جلوتس ماكسيمس رايت. والديبندس هي ماكسيمس ولا ميديس، يعني البوستير سلينج بتاع البني ادم ده هو الماكسيمس المشكله ولا الميديس المشكله، بس مين اللي بص على الميكس مين اللي هنبص على الماكسيمس. وبعد لازم ننزل تحت ونشوف قصه العيان هو برونيتد ولا سوبرنيتد فيت ونطلع معاها من فوق. برونيشن معاها ايه؟ معاها كالكينيو فالجام جينو فالجام كوكسافارا انتيريو بيلفيك تلت كوكسافارا يبقى معاها ويك هيب ابداكتورز، جينو فالجام يبقى تنسو الفاشيا لاتا تايت ويك هيب البان تايت، برونيتد فيت يبقى عندك تايت كاف ماسلز مين للسولياس ماسلز، وانهبيشنز في مين؟ انهبيشنز في التيبيالز بوستيريو. يبقى لما تيجي تعالج العيان ده هو برونيشت برونيتد هو شولدر فوق وعنده تايت في اللابسمس دورزي لازم نبص على السلينج كلها من اول كعبه هيد تو هيل. رحمه الله على استاذنا الدكتور جميل حنك، هيد تو هيل بيشن هيد تو هيل من اول كعبه لحد راسه من فوق وكلها ليرز واللير متقسمه معروف البرايمري كيرف والسكندري كيرف، وهنتكلم بالكلام ده في التفصيل في البشر الاسسمنت. البرايمري كيرف دايما بوستيريو بتويك والانتيريو بالتايت، البرايمري كيرف عندي في السباين هي عباره عن الدور الدورسال والسكال والساكرم. لو جيت النهارده عند الساكرم هتلاقي الجلوتس ماكسيمس بتويك، الدورسال سباين اللور تراب والميدل تراب ترابيزيوس ده بتويك والسنتير بتويك، الابر ترابيزيوس بالتايت، الباك ماسلز بوستيريو بتويك بالتايت، والانتيريو ماسلز الانتيريو تولوردوتيك كيرف اللي هو السكندري كيرف السيرفايكال بوستيريو تايت انتيريو ويك، ده جنرالي. يعني انا عندي في السيرفايكال انتيريو ويك فلازم افاسيليتيت،
عملت ريليز وستريتشنج للبوستيريور بدون ما فاسيليتيت الانتيريور هتايت تاني، بدون ما ابص على الدورسال سباين وانا بشتغل على عين نيك، واعمل سترينسنج للبوستيريور ماسلز اوف ذا ابر باك للرومبويدس ميجر ومينورز والميدل ترابيزيوس والاور ترابيزيوس وستريتشنج بكتوراليس ميجرز وماينورز الانتيريور بتاع البرايمري كيرف على مستوى الدورسال لانه بتايت، هيرجع تاني العيان بتاعتي الابر ترابيزيوس هتايت تاني. يبقى القصه مش ان انا اعمل باسيف وتريجر بوينت ريليز ودراي نيدلنج واخف الكلام، لا لازم ابص على العيان جلوبال مايوجينيك ارثروجينيك نيوروجينيك من كل من الثلاثه شينز اللي هي النيوروجينيك شين والمايوجينيك شين والارثروجينيك شين. صوره زي دي يعني انا ببص على الساكو ايليك جوينتس والساكو تيوبرس ليجمنتس والبايسبس فيمورس والاتاسمنت بتاع الهامسترنج والكورليشن ما بين الهامسترنج والساكرو ايليك جوينتس والكورليشن ما بين الهامسترنج والجلوتيس الهامسترنج والجلوتيس ماكسيمس، وابص على الهامسترنج والجلوتيس ماكسيمس وابص على الكلام ده مع عين عنده ساكرو ايليك بين، مع العين اللي عنده باتيلو فيمورال بين، مع العين اللي عنده انكل سبرين هيد تو هيل. النظره مش من اول النظره كفاشيه مش هعمل بيرفورمز ريليز وعشان الاكسترنال اكسترنال هيب اكسترنال ابستير بيرفكتلت وعنده تايت بيرفورمز وريز بيرفورمز وخلاص، لا لا خالص، لازم انزل تحت واشوف على مستوى الفوت هعمل ايه، على مستوى الانكل استريتش الكف من الجاستروكنيميس هموبلايز الانكل عشان ابروف الدورس فليكشنز والايفيجن والابدكشن عشان ده سوبرنيتد فيت اللي هو جينو فيرم وسوبرنيتد فيت ومع اكسترنال تي في اكسترنال فيمر فتايت البيروفورمز. العين عنده سيبل فيكت فيبقى عنده انهيبيشن في الجلوتياس ماكسيمس فاسيليتيت الجلوتياس ماكسيمس واستريتش وريليز البيروفورمز. لو تايت بيروفورمز وانا عملت ريليز البيروفورمز وفكت، لا هو بقى التايت ليه؟ هو العين ده اسندنج ولا ديسندنج شن؟ وابدا ابص واحلل مشكله العيان واحل. ده المانوال ثيرابي. فور اكزامبل هنبص هنا الاكستنسور شولدر في الصوره اللي على اليمين مرتبطه بالجلوتياس ماكسيمس واللور لين بالناحيه الثانيه. الانتيريور الفليكسور شولدر فليكشن ادكشن انترنال شولدر مرتبطه بالادكتورز والفليكسورز اوف ذا شولدر اوف ذا اوف ذا اوف ذا اوف ذا لور لين في الكونترالاترال. يبقى انا النهارده بتعامل مع بروفيشنال اسيليت وعنده انتيريور شولدر بين، لازم ارتبط بالادكتورز في الكونترالاترال وارتبط بالموشنز بتاعه الاكستنسورز بالاكستنسور بالكونترالاترال. يبقى ارتبط بالشن انتيريور شن هبقى مرتبط بالفليكشن والادكشن والانترنال روتيشنز في الفليكسورز في اتجاه الفليكسورز الانتيريور شين والبوستيريور شين مرتبط بالاكستنشنز والابدكشنز اكسترنال روتيشنز. الكلام ده كونسبت لازم تبقى مزروعه مبادئ واحنا بنتعامل مع عيني لازم نبقى شايفينها. لما بمشي بحرك ايدي اليمين مع رجلي الشمال فليكشن مع فليكشن ادكشن انترنال روتيشنز الفليكسور ادكتور انترنال روتيتورز اوف ذا هيب. الفليكسور بتاع الابر ليمب مع ادكشن وانترنال روتيشنز وده الباترن بتاع السباستيك ليمب ليجن. الباتر بتاع الويك اكستنشن اكستنشن الباريسس يبقى اكستنشن اكسترنال روتيتورز ابداكتور شولدر ومعاها اكستنسورز هيب ابداكتورز هيب انترنال اكسترنال روتيتور هيب ده ويك او باريسس. ده كان نيوروجينيك او نيورال شن. لازم الكلام ده كله مفهوم يا جماعه. هنبص على عياننا ان سامري اندرستاندينج شن رياكشنز ده هيسهل clinicians quickly identify and predict functional pathology. بنعرف الكلام ده عشان احنا قلنا المعرفه في اول في ثلاث سلايدز في 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 المنهج ده او المقارنه قلنا you will see what you learn to see. knowledge المعرفه هتعرفك ان انت النهارده العيان ده اصلا tight hamstring pronated feet تحت يبقى هيبقى عنده calcaneo valgus جينو فيرا متوقع ان انا اشوف ده internal tibia internal femur كوكسا فالجا كوكسا فارا لما ترى جينو فالجا كوكسا فارا يبقى ويك يبقى ابداكتورز ويك اكسترنال روتيتورز هيبقى انتيريور بيرفكت تلت واطلع بقى واكمل ابقى متوقع ان انا اشوف ده وارد ان انا اشوف العين يبقى عنده سوبر برونتيد فيت وعنده وعنده ويك جلوتيس ماكس مش جلوتيس ميديس وارد بس كومن از كومن 90 98% من العين هتشوفهم طالما عنده ده هيبقى عنده ده. فاندرستاندينج اوف ذا شين رياكشنز معروف ان الكونترالاترال شولدر مرتبطه بالجلوتياس ماكسيمس الكونترالاترال الفليكسور والادكتور فليكشن ادكشن انترنال شولدر في في الرايت هتبقى مرتبطه بالفليكسور والادكتور انترنال روتير هيب في الكونترالاترال في الليفت هيب في الليفت هيب ابقى رابط ده بده
ده فخليني افهم ايه quickly identify quickly identify and predict the function of pathology. مش احنا we are people dealing with function. Yes we are people dealing with function. هبقى متوقع مين المسلز اللي هتبقى تايت، مين المسلز اللي هتبقى ويك، عن طريق انا وانا ببص عارف في ابر كروس ولور كروس. الابر كروس الابر الديب نيك فليكسز ويك، النيك بوستيريو نيك تايت، عند على مستوى الدورسال سباين الانتيريو بكتوراليس وماينو وميجرز والكلام من ده، كل الانتيريو كومبارتمنت ده تايت. البوستيريو ويك لما انزل تحت اليزوس تايت، جلوتس ماكسيمس ويك، انتيريو الابدومينال ماسل ويك، الباك ماسلز جلوبال سيستم هيبقى تايت. هبقى عارف انا رايح فين، هبقى عارف انا رايح فين. الكونسبت ذا كونسبت اوبشن رياكشن امفاسايز ذا كينيشن برينسيبل، هيخليك تبص برينسيبل اوف لوكينج بيوند ذا سايت اوف بين. لما يبقى عندك عيان عنده ريكورنت انكل سبرين وانت بتعالجه، هتبقى عارف ان دومي بي يكون عنده تايت باي ريفورمز ويك جلوتس ماكسيمس اند ويك جلوتس ميديس رغم انه انكل. هتبقى عارف ان انت لازم تبص على الكلام ده وانت بتشتغل معاه. لو هو سوبرنيتد فيت، طب لو هو برونيتد، هتبقى متوقع ان عنده رغم ان ركنت انكلس بين برونيتد فيت برونيشن راحه في الدورس فليكشن والايفرجن وعنده انكلس برين، ان انت هتبقى المشكله عنده فين، تايت سوليس مش كاف ماسل مش جاستروكنيميس، ويك كواديسيبس، ويك جوتس ميديس، ويك اكسترنال روتيتور مش تايت، ويك بايروفورمز مش تايت بايروفورمز. فده هيخليك تفهم ده اكليشن برينسيبل، هتخليك ذا كونسبت اوبشن رياكشن امفاسايز ذا كلينيكال برينسيبل اوف لوكينج بيوند ذا سايت، هتبص بيوند ذا سايت اوف بين اند فوكسنج اون ذا كوز اوف بين راذر ذان ذا سورس اوف بين. وده المبدا الاساسي، وي شود تو مانج اند تريت كوز اوف بين نوت سورس اوف بين، هنعالج مصدر الالم وليس مصدر الالم وليس مصدر الالم. ذير ار 3 انترديبندنت، في 3 انترديبندنت شين، ارتيكولار ماسكولار نيوروجينيك او نيورولوجيكال شين. الارتيكولار شين اللي هو المسؤول عن الموبيليتي، الماسكولار شين المسؤول عن الاستابيليتي، النيوروجينيك شين المسؤول عن الكنترول موبيليتي. اند ذيس از ذا برينسيبل اوف نيورو ماسكولار ريهابيليتيشنز، موبيليتي استابيليتي كنترول موبيليتي سكيلز. يبقى انا وانا بعالج عيان يهمني المفصل يتحرك حركه ميكانيكيه سليمه، عضله قويه بتحرك المفصل، عصب بيسيطر على الاثنين، اللي هو الافرنت اللي رايح من الارتيكولار، الافرنت اللي جاي من الماسكولار، الكوردينيشن بتوين الاف اكوردنج تو ذا افرنت. لو المفصل بيتحرك حركه ميكانيكيه سليمه فالاوردر الافرنت رايح سليم، المفصل حركته سليمه، الليجامنتس كلها تمام، الجوينتس تمام، الكبسول 100% التندوز بتاكت مع بعضها، هيبعت افرنت كويس. الافرنت ده لازم يجي له افرنت كويس لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدره المضاده وفي الاتجاه، على حسب الافرنت رايح هيكون الافرنت اللي جاي. فلما الجوينت بتحرك حركه سليمه المسلز اللي بتاكت عليه هيجي لها افرنت كويس، فتبقى تقوى وبالتالي السترينث هيبقى احسن. عشان كده الاستراتيجيه بتاعتنا في التعامل موبيليتي ستابيليتي كنترول موبيليتي سكيلز، موبيليتي ستابيليتي كنترول موبيليتي ذات شود بي كونسيدر، ولازم ناخد ده في الاعتبار. عشان كده لو العيان عنده ريستريكشنز في الفاشيا وليميتيشنز في الكبسول وليميتيشنز في القصه دي، هو ده ما هو ده هيريستريكت الموبيليتي. الريستريكشن ده لما الجوت هيبقى ان موبايل مش هيبعت افرنت كويس. النقطه الثانيه، هو الروفيني او الباسينيا كورباسس مش كانت موجوده في الفاشيا الاراوند الكبسول والليجامنتس اللي موجوده اراوند الماسكولوسكيتال سيستم الاراوند التندنز والليجامنتس والكبسول؟ لما تبقى ريستريكتد مش الريسبتورز اوف ذا بروبروسيبتيف عباره عن الروفيني والماسينيا والباسينيا كورباسس بتشتغل بثلاث انواع من بثلاث انواع من الاستيميليتورز، يا تنشن يا كومبريشن يا فايبريشنز. لو التنشن بيجي من ستريتش، طب هي ريستريكتد وانليمتد، هتستريتش ازاي على الروفيني على الباسينيا والروفيني والكورباسس؟ هتستريتش عليهم ازاي طالما هي تايت؟ يبقى بالريليز بتاع الريستريكشن بتاع الفاشيا هقدر اعمل فاسيليتيشنز لمين؟ للبروبوسيبتيفز الاراوند الماسكولوسكيليتال سيستم اللي موجوده في الفاشيا. بالريليز بتاع الفاشيا والاسترتشنج بس ده هيتبعه حاجه، ده هيديني الموبيليتي. هقدر افتح الجوينتس لو انا بعمل موبيلايزيشنز، بعمل موبيلايزيشنز للجوينتس، ده هيسترتش، ده هيجلايد التندونز، هيجلايد الجوينتس فيريليز الريستريكشنز. النقطه هيجيب موبيليتي.
لو عندي موبيليتي بتبقى هيبقى عندي ستابيليتي، ولو بقى عندي ستابيليتي هيبقى عندي كنترول موبيليتي، ولو عملت الثلاثه مع بعض هتوصل لي النيورو ماسك، ده هيخليني اقدر اعالج عيان عنده كرونيك بين. النيورو ماسك وسكيلتال بين بيحصل لها ادابتيشنز، والادابتيشنز دي بتعمل الشينز، يا اما اسندنج شين يا ديسندنج شين، مين جاب مين؟ محدش يعرف بضع الفرخ، بس الفكره لازم يتعالج الكوز. اتعالج التايتنس والليميتيشنز، وبعد كده تجيب الموبيليتي، بعد ما تجيب الموبيليتي تدور على الاستابيليتي وتشوف مين الاساس. كوز اوف بين سورس اوف بين، لازم النظره تبقى جلوبال، ما تبصش على الحته اللي بتوجع، بص اباف واند بلو، هيد تو هيل، من كعب رجله لحد كعب راسه، لحد راسه من فوق، هيد تو هيل، من كعب رجله لشعر راسه من فوق. ده النظره الشامله لمشاكل العيان. المايوفيشال ريليز، مايوفيشال ريليز، المايوفيشال ريليز از مانوال ثيرابي تكنيكس، وير از ذا فاشيا از موبيلايز، هنعمل موبيليشن للفاشيا تو بروفايد ريليف اوف ريستريكشن اند بين فري بيشنتس، ده عشان نخلي العيان بين فري والموبيلايز التيشو نفسها ونفك الريستريكشن. ذا ريليز، ريليز تيكس، ذا ريليز تيكس كان تيك 10 90 90 تو 120، يعني من 90 ل 120 سكند until restriction from the patient has occurred، يعني هياخد من 90 ل 120 ثانية. ال restriction include side restriction هيتابعوا حاجات increase the heart rate، decrease the muscle tension، decrease the pain، mechanical pressures on the therapist، vasodilation، heart volume. ال result بتاع المايوفاشيال ريليز هيحصل ايه؟ result is هيحصل softening more valuable and elongated tissue، يعني هتحس تشو بريليز تحت ايدك بفوق بيبقى elongated mobile. type of myofascial release، في craniocervical، في suboccipital release، في carpal tunnel release، في diaphragmatic release، في lumbosacral decompression، extra dural neural impingement، muscle belly techniques، scar tissue release. نشوف الكلام ده ان شاء الله. سوري، هنعمل سيكشنز 20 دقيقه وكلام من ده عملي عشان نريليز كل الحاجات اللي موجوده دي ونشوفها كلها مع بعضها، عشان لو اتكلمنا بالشكل ده كده مش هتبان. فان شاء الله انا هعمل لكم فيديو عملي لكل التكنيكس دي ان شاء الله، واتعرض لكم باذن الله واترفع لكم نفسي باذن الله. ايه الكونتر اندكيشن اوف مايوفاشيال ريليز؟ كونتر اندكيشنز اوف مايوفاشيال ريليز از مالجنسي، مالجنسي انيوريزم، اكيوت روماتويد ارثرايتس، ادفانسد دايابيتس، سيفير اوستيوبروزيس. لو فراكشر بيهيل ما ينفعش نعمل مايوفاشيال ريليز، لان ده ممكن يدخل في مايوسايتس اسوفيكس. بروسيجر فور تريتمنت، عشان نعمل تريتمنت او مايوفاشيال ريليز وي شود تو دو ايفالويشن، بيشن ايفالويشن، ده المتفق لازم نعمل اسسمنت للعيان او ايفالويشن العيان. ايدنتيفاي بوشرال اور رينج اوف موشن امبالانس، هنشوف الرينج اوف موشن والريستريكشن في فليكشن في اتجاه التشن وتجاه الريستريكشن. الكوز اوف ليميتيشنز فين في اي دايركشنز. فايند ذا لوكيشن اوف ريستريكشنز، مكان الريستريكشن فين. هنعالج البايو ميكانيكال اور ديسفانكشن والتريجر بوينت اللي مسؤوله عن الريستريكشنز. ري شيك امبالانس، هتشوف الامبالانس بتاع المسلز. كونتينيو تو تريت ويز مايوفاشيال ريليز، وبعدين نرجع نكمل تاني المايوفاشيال ريليز تريتمنت. هنشيك ري شيك امبالانس تاني ونشوف هو اتصلح ولا لا. الفايرنج بتاع المسلز والسيكونس بتاع، مثلا فور اكزامبل على سبيل المثال الهيب اكستنشنز، انت عملت الريليز بتاع الايوزوس وعملت ريليز للهامسترنج تايتنس وعملت فاسيليتيشنز للجلوتيس ماكسيموس، تيجي تشوف السيكونس بتاع الهيب اكستنشن تاني اشتغل ولا ما اشتغلش. السيكونس بتاع الهيب اكستنشن عباره عن هامسترنج جلوتيس ماكسيموس كونترات الكتروسبايني ابسلات الكتروسبايني، الكلام ده جه صح ولا لا، ولا لسه بتيجي بابنورماليتي بعد الريليز ولا لا. تيج ذا سيلف مايوفاشيال ريليز تكنيكس، وتعلم العيان نفسه ان يعمل سيلف ريليز زي النام على الرول في البيت، انه يعمل الريليز بتاع الفاشيا بالرولر، او يعمله زي ما التكنيكس اللي هي موجوده كلها مع مايوفاشيال تكنيك ريليز سيلف ريليز. هنعلم العيال سترينث اكسرسايز اند ادوكيت بيشن تو انشور تو كوركت ري تو انشور تو مينتين امبالانس. المايوفاشيال ريليز ايفالويشن او المايوفاشيال ايفالويشن، هنعمل ستاتيك بوشرال اسسمنت، هنشوف الليجنز ديسكريبنسي اللي انا عندي ليجنز ديسكريبنسي ولا لا، البلفك سيمتري هنعمل بوشرال اسسمنت ستاتيك، اثنين بلفك سيمتري هو البلفس في مكانه ولا لا، انتيريور وبوستيريور، ساكرال بوزيشنز هنعمل بقى بوشرال
سيرفايكال رينج اوف موشن، شولدر ابدكشن رينج اوف موشن، فليكشن اكستنشن موبيليتي اوف ذا ترانك، لوور لمب لوور اكستريميتي رينج اوف موشن فليكشن اكستنشن، هيب اكستنشن هيب اكستنشن، ني فليكشن عشان نشوف الريستريكشن انتيري وريكتوسونوس اخبارها ايه. بعد كده نعمل بالبيشنز، هنعمل سوبيري انفيري جلايد، ميديال لاترال جلايد بالبالبيشنز للفاشيه نفسها، كلوك وايز وكونتر كلوك وايز، جوينت كومبريشن وديستراكشن لكل الجوينتس اللي عامل لها فاشيه ريليز، وهنبداها بروكسيمال بروبيشنز اوف ماي فاشيه ريليز، نبدا بروكسيمال تو ديستنس، يعني هبدا الريليز بتاعي من بروكسيمال تو ديستنس. موست سيفير امبالانس، هبدا بالموست الموست سيفير او موست ريستريكتد بارت. بعد كده الاسيمتري تو ليس سيفير، ابدا بالموست سيفير امبالانس بالريستريكشنز وبعدين الاسيمتريكال تو ليس سيفير. هبدا ستاتيك بيفور دايناميك، ابدا ستاتيك ريليز الاول وفشل ريستريكشن ريليز، وبعد كده اعمل دايناميك ريليز يعني اثبت النقطه واخلي عيني احرك كاكتف ما يفشل ريليز. بيز اون ايفالويشنز اوف ماي فشل ديسفانكشن ستارت وذ بوينت اوف جريتر، هنبدا الاول بالبوينت اوف جريتر ريستريكشن، هن ابلاي بريشر تو ذا اريا وذ هاندز، هنعمل الهاند على الحته اللي فيها الريستريكشنز ونحط ايدينا الاثنين على بعض، وبعد كده نعمل الريليز بتاع الريستريكشن بتاعنا، وده هيبقى ده هيتعمل عملي وده هيبان جليا وواضحا ان شاء الله في تشوك الشق العملي بتاعنا. هنعمل ماسل بيلي تكنيكس، هنعملها ان شاء الله عملي، هنعمل الكوادريسبس والهامسترنج والجاستروكنينيوس والتيبيالس انتيرير والبودولتويد والبايسبس والبريكيالس والبريكولادياليس، ان شاء الله هيتعمل في العملي باذن الله. السكار ريليز زي ما هو موجود، هثبت واشتغل في الثري دايركت ثري بلانز اوف ريليز، يعني اعمل كومبريشن وريليز سايد وانفيريور سايد وانفيريور كده. كومبريشن وسايد وانفيريور، ده شكل الريليز بتاع السكوير ريليز بتاعي. بيست وين يوزد ويز فيزيكال ثيرابي تريتمنت، يعني الافضل ان انا اعمل الباسيف كومبايند ويز اكتف. تاني بروفور ماي فيشرز افتر بايوميكانيكال ديسفانكشن هاف بين تريتد وذ ماسل انرجي اور موبيلايزيشن، يبقى هتموبيلايز الجوينت وتعمل الريليز وتعمل الاستراكشن، مفيش حاجه تتعمل لوحدها يا جماعه. الباسيف تكنيك والفاشل ريستريكشن ما تتعملش، لازم تبقى كومبايند ويز فيزيكال ثيرابي تريتمنت. ماي فيش كومبايند ويز فيزيكال ثيرابي، فيزيكال ثيرابي تريتمنت الاكتيف تريتمنت supervised exercise supervised exercise supervised active exercise بعد المايوفاشيال ريليز. بروفور مايوفاشيال ريليز فاشل ريليز افتر كلايمينج سيفير ماسلز سبازم، بعد لما تقلل السبازم عن طريق سترين كونتر سترين وتريجر بوينت ريليز تعمل مايوفاشيال ريليز. تيتش سيلف مايوفاشيال ريليز تكنيك such as pressure on foam rolling، ينام على الرولر ويروح بكده رايح جاي عليها بظهره. Strengthening and endurance to ensure the dysfunction does not occur. تاني strengthening and endurance training to ensure endurance training to ensure the dysfunction does not reoccur. يبقى اللي هيمنع recurrence to restriction تاني strengthening and endurance. Myofascial release يتعمل بعد ما تعمل biomechanical dysfunction، تصلح البايوميكانيكال dysfunction اللي موجود، dysfunction اللي موجود على مستوى الاوستيوكينيماتكس والاوستيوكينيماتكس، على مستوى الجوينتس موبيلايزيشنز، على مستوى التايتنس بتاع الكبسولز، على مستوى التايتنس بتاع الاسبازم بتاع المصل بتريجر بوينت ريليز ريستريشن والبي ان اف والسترين كونتر سترين ريليز والنيورال تنشن ريليز. وبعد كده نعمل ما فيش ريليز، وبعدها نعمل سترينسنج اند انديورنس تو انشور ذا ديسفانكشن داز نوت ريوكير. يا جماعه الكلام ده مش رايي، الكلام ده الابحاث اللي موجوده على الكلام ده، البحث رقم 2 و3 و7 و11 والليست بتاعت الريفرنس بتاعت الكلام ده موجوده. العلم مش اراء شخصيه، العلم الابحاث والعلم بيقول ايه، مش انا عملت ولقيت، مش انا اصلا جربت وشفت، لا احنا 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 بنعمل المكتوب، ما بنخترعش العلم. احنا مطلوب مننا نطبق العلم، نطبق المكتوب، مطلوب مننا نقلد المكتوب، وبعد كده لما نعرف نعمل المكتوب نبقى نطور ونجود ونعمل علم جديد. بس لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي احنا ما عندناش الريسورس ان احنا نعمل علم، احنا بس بنقلد العلم، بالمكتوب مننا نكتب نعمل المكتوب، وعشان نتاكد الكلام ده اصله ايه
والاربع نقاط اللي انا بتكلم فيهم دي اصلها ايه؟ هنرجع للابحاث 3 2 3 7 11 موجودين في اخر الايه؟ في اخر المحاضره باذن الله. ثيرابيوتيك افكت اند بنفيتس، ايه النتائج العائده من الفاشيه؟ ده البحث 1 و6 و9 موجودين، ليست اوف ريفرنس موجوده في اخر المحاضره. هتديكريز البين، هتمبروف البلاد فلو، هتمبروف الالاينمنت، امبروف الجوينت فانكشن، امبروف السليب، امبروف الكواليتي اوف لايف، ديكريز انكزايتي، ديكريز فاتيج، ديكريز الستيفنس، ديكريز المسل اكتيفيتي افتر ستريسفول اكسرسايز اور بيرفورمانس. ده كله فوائد الفاشيا ريليز. ولكن الفاشيا ريليز عشان تجيب النتائج ده عشان تو بريفنت تاني الريكارنس اوف ريستريكشن سترينسنج اند انديورنس شود بي دان. سترينسنج اند انديورنس شود بي دان. Patient should be educated or teach self. تعلمه ازاي يعمل فاشيا ريليز تكنيكس such as pressure on foam roller، يعملها لنفسه. وتعلم ايه اللي وصله لده، الباد بوشرل الباسو ميكانكس، او ايه اللودنج او الاستريس اللي عرض نفسه ليه فوصله للريستريكشنز، فوصله للديسفانكشن اللي حصل ده فوصله للفاشيا ريستريكشنز. اتعلمه ازاي يمنع ده. We should manage cause of pain not source of pain. اللينس افكت بتاعها بيقولوا ان المايوفاشيال ريليز، المايوفاشيال ريليز work to change course of bodily functional to restore reset imbalance to progress imbalance state. الكلام ده كان lasted هيقعد لحد 6 months post treatment. يعني الكلام ده debatable وعليه خلاف علمي كتير. الكلام ده لو اتعمل واتعمل مع الماسلز وبقى باسيف تريتمنت واكتف مع بعض اظن النتيجه هتكون بالشكل اللي احنا اللي هي طلع الابحاث دي. ريسيرش فور مايفاشيال ريليز انترا اورال مايفاشيال ريليز في التي ام جي، ده ابحاث بتقول الكلام ده والعيان ده اتعمل لهم والكلام ده لما اتعمل التي ام جي ديسفانكشن اتحسنت لمده سنه ولا اكتر. ريسيرش فور مايفاشيال ريليز هايبوموبيليتي سندرومز، people with high mobility syndrome have high mobility global dysfunction، عندهم global dysfunction. فلما تعمل لهم global تساوي increase myofascial restriction، فلما يكون عنده global dysfunction وعنده restrictions من head to heel، لما تعلم fascial restrictions fascial release ده حسن الموبيليتي بتاعتهم. ولكن care after myofascial is performed must be done by strengthening والstrengthening ده active treatment تاني active treatment that muscle dysfunction does not reoccur during the hypermobility. Research for myofascial release for chronic pain states that patient with fibromyalgia and has a significant reductions then after myofascial release. ده كلام مش عليه خلاف، ولكن الكلام ده لازم associated with active exercise. Performing art physical therapy will aim to address your myofascial restriction to provide you with a relief from your pain will help to you to return to performance of your life. The art of fascial restriction but you should do the tricks to keep it from recurrence. ايه هي tricks to keep it from recurrence؟ maintain normal kinematics and the kinetics of the joints. Maintain the ideal biomechanical realignment of the joints. Maintain the mobility of the joints. Maintain the strength and the endurance of the joints. This is will maintain prevent the recurrence of restrictions again. For that, facial restrictions. احنا مش معنا حاجة ولا حاجة. نعمل فشل ما يفشل ريليز. ولكن عملنا ما يفشل ريليز. عملنا ريليز للريستريكشنز بتاع الفشل. Without considering the muscle strength and the endurance training big zero فشل ذريع. temporal effect short term effect we had to look for the long term effect. long term effect ان العيان يقدر يعالج نفسه، يقدر يمنتين اللي احنا وصلنا له، ما يحصلش reoccurring again or recurrence again. we should manage cause of pain not source of pain by the combined effect of all physical therapy interventions techniques passive techniques active technique fascial myofascial release trigger point release dry needling
ستريتشنج باسيف ستريتش بي ان اف ستريتش اكستريم كونتر سترينز اكتف اكسرسايز اكتف 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 سترينسنج 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 انديورنس 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 This is will be maintain what we do, what we done, what we did with the patient, and prevent the recurrence of the source of pain again. Reference, عشان نبقى بنتكلم وأي حد حابب يتحقق من مصادر هذه المعلومات دي الأبحاث ودي الريفرنس بتاعتها. وشكرا وجزاكم الله كل خير. أستاذ أحمد.